Exacto. Aunque ya sé, cambia el sistema. عليهم أن يتركون البلاد ويعطوها إلى ثورة الإصلاح، إلى الشباب، إلى التماسك والتآخي فيما بينهم. وساحات الاعتصام انكظت بالمواطنين والشعب كافة، وثورة الشباب إن شاء الله مستمرة بجهود أبنائها وبتضحيات الدموم التي بذلتها. ارحلوا ارحلوا أيها الفاسدين عن هذا البلد، دعوه دعوه لأصحابه يحكمون به ويقدمون الخدمات إلى شعبه. وإننا باقون في ساحات الاعتصام، لن ننسحب إلا تحقيق المطالب كلها. كلا للأحزاب الفاسدة، نعم لثورة الشباب العارمة. فعلى الغرباء مثل الجسم الغريب الذي ينهش بجسم الإنسان، فأنتم أصبحتوا غرباء في هذا البلاد، فعليكم أن ترحلوا، عليكم أن ترحلوا من وادي الرافدين، من حضارة الرافدين، حضارة الأسود. نحن لا نقبل غرباء في بلدنا، لأنكم في أيام هذه الأيام النقد مالكم حول القصف الإيراني على العراق نقد خجول، ولا تعرفون الوطن ولا تعرفون كرامة الوطن وأبناء الوطن حتى تنقدون بكل صراحة، وإنما نقد خجول. نحن أبناء الرافدين، أبناء وادي الرافدين. العراق هذا عراق الجميع، لا يوجد فيه غريب، والجسم الغريب يخرج من هذا البلد. فعليكم أن ترحلوا، ونحن ما عندنا مطالب بعد، انتهت مطالبنا. إحنا نحو التغيير، التغيير، ونقول عاش العراق، عاش العراق، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن موكب أبناء مدينة الناصرية منذ انطلاق البدء بالتظاهرات وإلى هذا اليوم الذي يعتبر مختلفا تماما. ما فتئ هذا الموكب عن تقديم الطعام والشراب لكل المعتصمين المتواجدين في ساحة الحبوبي. اليوم كان مختلفا جدا، على اعتبار أن هنالك دعوات إعلامية وإعلانية كذلك من خلال بيجات الفيسبوك للتحشد في يوم 10/1، على اعتبار أنه يكون يوما مركزيا لكل ساحات التظاهر. لازلنا متواصلين إلى الآن، نحن كموكب أبناء مدينة الناصرية، على اعتبار هذه الدعوات جاءت مبكرة، عمدنا ومنذ ليلة البارحة
ونحن نعمل على تحضير وجبات العشاء والغداء وكذلك وجبات الفطور، ولازلنا متواصلين إلى هذه اللحظة. موكب أبناء الناصرية مستعدين لخدمة كافة أبناء المحافظة، كافة أبناء المحافظة مرة ثانية أعيدها، وإحنا بخدمة المتظاهرين حتى تحقيق المطالب المشروعة. إحنا بخدمة آخر تظاهر في ساحة الحبوبي، هنا خدمتنا يعني خدمة وطنية. إحنا هنا موجودين حتى تحقيق المطالب، قلت لك، وموكبنا جاهز 3 وجبات باليوم، ريوق وغدا وعشاء. هذا الموكب موكب أبناء الناصرية، أول موكب هو النصب في هذه الساحة، 3 وجبات قلت لك، ريوق وغداء وعشاء. يعني دعمنا من ناحية المادة، دعمنا دعم ذاتي بيناتنا، يعني احنا بيناتنا لا عندنا دعم خارجي ولا من جهة سياسية ولا هاي، وان شاء الله منتصرين احنا بوجود هاي الأبطال وبخدمتكم، وشاهد الله حتى ما نايمين ملابس النوم جايين وبخدمتكم وبخدمة هاي الوجوه الطيبة. مستمرين بتظاهراتنا لليوم 100 بالتمام والكمال، مستمرين ان شاء الله وحتى تحقيق مطالبنا المشروعة، وكلا كلا إلى أمريكا، وكلا كلا إلى إيران، وعاش العراق، عاش العراق. ونبقى صامدين إن شاء الله مهما اعتدت علينا أمريكا وإيران، باقين إن شاء الله، وما أريدهم خلي يخرجون من ساحة العراق. إحنا ليس ساحة صراع، بل ساحة سلام، ساحة ثقافة، ساحة حضارة العراق. وكلا كلا إلى أمريكا وإلى إيران، ويبقى العراق إن شاء الله منصورين بإذن الله تعالى بالشعب العراقي، ننتصر ومستمرين حتى تحقيق المطالب. وإن شاء الله ما تهمنا أي تهديدات اللي جتنا بالخاص وكذلك بالعام، ما تهمنا ولا نخاف ولا نتراجع. الخائفون هو شعارنا، الخائفون لا يصنعون الحرية. وباقين إن شاء الله الشهيد الحي مهند المنصوري من ساحة الثورة الناصرية. Come on.
شباب ملينا كل ساعة داخلينا لو أحزاب لو شغب ما شغب ما أعرفهم كل ساعة طابونا وإحنا ما نطلع في ساحة الحبوبي هاي ساحة الحبوبي دوم ما نطلع أبد شباب طاحت من عندنا هواي وطينا شباب هواي ها وهسعنا ما نطلع من ساحة الحبوبي وأبد أبد دوم دوم والسلام عليكم. نحن معتصمين متظاهرين الناصرية لم نلاحظ أي تحقيق أي شيء من مطالبنا حاليا سوى في الإعلان أنه استقال رئيس الوزراء ولا زال يمارس عمله رغم المخطوفين رغم الشهداء رغم نسف الدم رغم الاعتقالات أننا نبقى في الساحات معتصمين ثائرين مطالبين بوطن نطالب بوطن بتغريد الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة التي نهبت ثروات البلد وأذلت شعبها وأصبح العراق بفضل سياساتهم الخاطئة مسرحا للعمليات العسكرية لدول الجوار سائلين الله أن ينصر شبابنا المعتصمين وثوار ثورة تشرين على هؤلاء الفاسدين كاظم العسكري من ناصرية بأن هذه الأحزاب الموجودة في العراق تحاول السير بهذا البلد إلى المهالك والمزالق في الحروب الداخلية والحروب الإقليمية ولكن إن شاء الله بهمة الشباب الغيارة من أبنائنا سوف نقف بوجه هذه المؤامرات التي تحاك ضد هذه الثورة وبكل الوسائل وبشتى الإمكانيات ومستعدين إلى تقديم المزيد من الدماء ومن الشهداء لأننا ينبوع لهذه الثورات ولهذه الانتفاضات التي جرت على يد أبنائنا الغيارة بإذن الله تعالى بأن الحل الأمثل هو الاستجابة إلى مطالب الشعب العراقي والنجاة بالشعب وكذلك خلاص هذه الأحزاب السياسية مما سيحدث لها خلال الأيام القادمة من حروب أهلية وتقاتل فيما بينها. بسم الله الرحمن الرحيم من ساحة التظاهر ساحة الحبوبي اليوم متواجدين كما كل يوم بالمطالبة بالحقوق المشروعة بسلميتنا مستمرون ومرابطون في أماكننا الحقيقة نحن اليوم من يوم 11 ولحد الآن طالبنا بسلمية أن تكون هنالك قانون انتخابات جديد
نحن كمتظاهرين في محافظة الناصرية ما زلنا مرابطين ومستمرين حتى تحقيق الأهداف أو تحقيق المطالب الحقة. رئيس الوزراء يجب أن يكون عراقياً شريفاً وطنياً، مهمته هو توفير الدعم اللوجستي للانتخابات حتى يمكننا تشكيل حكومة وطنية مخلصة يمكنها أن تحفظ هذا العراق العظيم، لأن هنالك بدأ الصراعات صراحة بين دول إقليمية، والعراق هو أصبح الحديقة الخلفية لذلك. لذلك نريد عراقا مستقلا لا تتدخل به الدول، ونريد كذلك عراقا يحفظ العيش الكريم لكل المواطنين بدون تفرقة. شكرا جزيلا. هاي شباب الناصرية شيابها وعشائرها كلها موجودة بساحة التظاهرات، بيكون ماكل هذا التدخل خارجي لا امريكي ولا ايراني، عندهم صراعات خلي يخلوها خارج البلد، بلدنا محفوظ بس العراقيين وشباب الناصرية شباب الابطال، شبابها وشيابها موجودة بساحة التظاهرات، مظاهرات سنية وكو هاي شغلة الاحزاب، ما احزاب خلي تطلع من الناصرية، لان هاي الناصرية قابلين ما يطلعون من التظاهرات، يبقون سنة سكت الا ان تتغير الوجوه، وجوه البرلمان والسياسيين. واحنا ما نريد تدخل لا امريكي ولا ايراني، ولا نريد البرلمان، ولا نريد الاقليم كردستان، نريد عراق واحد، نريد عراق واحد كافي، برلمان واحزاب وش اسمه، وكلا كلا لايران، كلا كلا لامريكا، اللي عنده صراعات خارج العراق، لا يتدخل بالعراق، لا يحترم سياده العراق غصبا معي، كانت امريكا او ايران. طبعا نرفض رفضا قاطعا التدخلات الخارجيه، ما نريد ميليشيات، ملينا نريد جيش واحد قوي وشرطه اتحاديه وشرطه الحدود، ما الميليشيات بس العراق بيه ميليشيات، هذا العراق العظيم بس بيه ميليشيات، نريد جيش، جيش ما نريد تدخلات ايران، زين نريد دوله وحكومه مدنيه مثقفه مو شو اسمه حكومه مدنيه، واللي قتلنا ايران، اللي دمرنا ايران والله العظيم.
متظاهرين شرطوا الوطن. عارف شنو الوطن انت؟ الشارع والمدارس والمستشفيات، غير هو هذا الوطن؟ ها شنو الوطن غير هو هذي؟ ليش ما يعقدون جلسه مال اتفاقيه الصين؟ تسوي لنا شركات اتفاقيه الصين، غير تسوي لنا شوارع هنا ذني؟ ملتهي اللي بامريكا وبايران ايش قادر؟ ذاك اليوم تسوي لي جلسه على مود ايران. على مود سليماني، سليماني ياهو الإمام علي انقتل، شنو؟ ما تقول لي؟ أما شنو طبوا لي على الحبوب حرقوا خيامهم وقتلوا تجمعوا سووا لهم جرحى اليمن، ما عرفوا ذولا منين؟ الياجع تابعين، شنو السيادة مال العراق؟ غير هي إيران دولة؟ أنت حاسب إيران محافظة؟ جماعة عقدت لي جلسة، إيران ليش قصفت العراق؟ ها؟ ما عقدت لي جلسة على مود إيران، ليش قصفت العراق؟ بس امريكا واحد حاسب لي ايران محافظه ليش هيك؟ قتلون ولدنا ليش هيك؟ يعني دم العراق شهيد ليش هيك؟ امس هسه سدوا لهم جسر مال جسر الحضارات سدوا بجاتر غير يحمون نفسهم كانت مقاتل شرطه ما تحمي المتظاهرين المن قاعد هناك بالقاعده ما تقول لي المن مسوي لي هنا على ساتر شيله علي من غير على مود الاحد الداوم وراح نرجع ها وراح ترجع الدوام وراح ترجع الاحزاب هم حاقدين على الناصريين والله الناصريه ابطال بس اذا داوموا ماكو ترجع الاحزاب وترجع الدوله نفسها مسوي لي محاضر مجاني شلون يعيش؟ شلون يكون نفسه؟ شلون يسوي؟ محاضر مجاني بشرفك وينك القانون بيا دوله محاضر مجاني زين انا محاضر مجاني اروح ادرس بطلع شهاده
زين الطالب شلون يجتهد ويدرس اذا هو المدرس محاضر مجاني؟ شرفك شلون يدرس الطالب؟ ها؟ محاضر مجاني؟ انا شلون اجاوب؟ شلون اكون نفسي؟ شلون ابني لعائلي؟ محاضر مجاني بشرفك؟ وهم مولتهم هناك في الدول؟ ما عندنا ضد مخبينا بامريكا وايران، ما عندنا حكومه، والله ما عندنا حكومه. مسوي لي جلسه على مود سليماني؟ يا وجه الزمان اسرع في المدينه. ثاني لك الجمعه والله ايش قالت المرجعيه؟ قالت المرجعيه انا انت استقالتي. اول من متظاهرين انت استقالتي؟ عادي اذا داومتوا ترجع الى حساب نفسيتها والحكومه نفسيتها وراح يحقدون على الناصريين. تحيه لكم ولكل العراقيين 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 الذين ليس ذو الدول التابعه. طبعا مظاهراتنا هي عراقية ومطالبنا عراقية منذ أول يوم من انطلاقتها وإلى اليوم بمناسبة مرور اليوم 100 لانطلاق الانتفاضة أكتوبر، ما زلنا نجدد ونعاهد العراق لأنه إحنا عراقيين ولسنا ذيول لأي دولة تابعة لأي دولة أخرى، وما زلنا نصر على هذه المطالب التي هي أساس لبناء دولة وطنية لطالما حلم بها آباءنا وحلمنا بها إحنا، مو شرط إنه إحنا نلحق عليها، يجوز إحنا ما راح نلحق، بس إن شاء الله أبنائنا يلحقون على هذه الدولة العراقية التي ما زلنا في طور وضع أسس وطنية قانونية لبنائها، تجريم الأحزاب، مفوضية مستقلة للانتخابات، قانون الانتخابات، على الرغم من أنه تحقق ولو شيء بسيط، ولكن حتى هذا الشيء البسيط الذي تحقق ما زال معلق إلى الآن، لم يصادق على قانون الانتخابات، لم ينشر في الجريدة الرسمية، ما زالت هناك فقرات معلقة إلى الآن حول الدوائر الانتخابية وكذا. خرج العراقيون هذا اليوم للتأكيد على تنفيذ هذه المطالب، وإن شاء الله إن شاء الله بهمة هذه الشباب دماء الشهداء التي سقطت إن شاء الله كل يتحقق، وإن شاء الله نبقى عراقيين ولا عزاء للغرباء. هذه الناصرية البطلة، جموع المتظاهرين توافدت بعشرات الآلاف وإحنا ثابتين، إحنا ما نخاف ولا نتراجع حتى تحقيق المطالب. قانون الانتخابات لازم يصادق عليه رئيس الجمهورية، إحنا مو ناسينا. الجدول المرفق للدوائر المتعددة لازم يكمل البرلمان، حكومة مؤقتة ومستقلة لازم تصير، لازم احنا لا نخاف ولا نتراجع، واحنا واعين ودماء شهدائنا ما نضيعها ومستمرين وما نخاف ولا نتراجع. الخائفون لا يصنعون الحريه وكل احنا فداء لهذا البلد. اولا السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. اليوم موقف اهالي محافظه فيقار الناصريه، الناصريه روح العراق وقلب العراق النابض. اليوم موقف اهالي الناصريه من المتظاهرين السلميين ووقفوا وقفة مشرفة لمحافظتهم وخرجوا بمظاهرة مليونية إن شاء الله، تحشيد الناس ووقوفهم جميعا لتحقيق مطالبنا إن شاء الله على الحكومة وأصحاب القرار اتخاذ الإجراء واتخاذ القرار النهائي وبأسرع وقت. رئيس وزراء مستقل، قانون انتخابات، انتخابات مبكرة، مفوضية مستقلة، مطالبنا مشروعة، ما نريد منكم بس كافونا شركم، نريد مطالبنا اللي طالعين عليها من أول يوم من 11 لهذا اليوم، مستمرين لتحقيق آخر مطلب من مطالبنا. بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها الساحة العراقية والخروقات التي استهدفت سيادة العراق، راهنت الشارع وشارع المتظاهرين في بغداد والمحافظات على أهمية المسيرة المليونية وتأييدها للمطالبة بوجود حكومة قوية تحمي السيادة الوطنية، أن يكون العراق للعراقيين وأن يتمتعون بخيراته لا للغرباء في قيادة الدولة وقيادة السلطة. التظاهرات المليونية التي أكدت على أن الشارع العراقي يطالب بوجود حكومة عراقية مستقلة غير تابعة وليس قرارها مصادر أو تصوغه الأطراف الأخرى. لذلك شهدت محافظات العراق وساحة التحرير والحبوبي الذي يمثل رأس النفيضة، المدينة الناصرية تعتبر أم التظاهرات، قدمت شهداء وهي من أول يوم من 1 أكتوبر لليوم صامدة بهذه الأهازيج الوطنية وهذه الشعارات وهذه الأشعار التي شكلت دافعاً وطنياً مهماً في أن تهتف بكل ساحات التظاهر في العراق.
هاي ابو عباس قواك الله حياك الله بعد وين زين هذا الاول اول يلا شنو هذا الشغل في تعب امه ها في تعب هذا تعب ما اكو تعب حديد ناوي تعب خبز قميص هي تعين خبز هذه جدي لا عسوي لا كمل نعم عشر من العباد بس هنا وقفانك ها ها هي ذي قار توأمة بغداد وها هي ساحة الحبوب توأمة ساحة التحرير. التظاهرات اليوم في ذي قار لها طعم آخر ولها لون آخر وله اصطفافا آخر بوجه الفساد بوجه السلطة الفاسدة بوجه من تعسف في استخدام السلطة للمتظاهرين العزل السلميين. ها هي ذي قار تنتفض ها هو العراق ينتفض بوجه الفاسدين بوجه كل من سول لنفسه أن يستخدم السلطة بشكلها التعسفي. العالم أجمع معنا العراق ينتفض وإلى غد أفضل لشباب العراق ولثورة العراق ولساحة الحبوبي ولأرواح شهدائنا الأبرار الذي سقوا بدماءهم الزكية كرامة الوطن وتبقى دماءهم زكية وشذرات في رأس الوطن وفي هرم الوطن وفي عزة الوطن وكرامة الوطن. اليوم بدعوة من المتظاهرين للمليونية الأخيرة إن شاء الله لتنحية أحزاب السلطة الفاسدة ولنثبت للحكومة ولأحزابها بأننا موجودين والدعم موجود والشباب موجودين يوميا وجاي تزداد والحمد لله جاي نحافظ على سلميتنا رغم الاستفزازات القتل والتشريد والترويع والدخول للبيوت وحتى مذكرات اعتقال قام يجيبون. يعني شوف التواطؤ وين وصل، مذكرة اعتقال من قاضي على شخص مجرد متظاهر، مع العلم التظاهر حق مكفول بالدستور. باقين ولازم ترحلون، ولو يبقى واحد من المتظاهرين انتم ترحلون. البلد بلدنا، انتم فاسدين، انتم لا تصلحون للعراق، العراق للعراقيين الشرفاء، وانتم بعتوا ضميركم وبعتوا شعبكم وبعتوا وطنكم وكل ذرة غيرة وشرف ما عندكم. نبقى وإلى يوم أن نطردكم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. اليوم خرج أبناء الناصرية وخصوصا أهل المواكب اللي تعرضت للحرق قبل كم يوم للناصرية، خرجت المبادرة أنه تفتح جسر الحضارات، وكما لاحظتم عيونكم أنه الجسر انفتح واللي قاموا بفتح المتظاهرين السلميين. نريد نثبت للناس انه احنا ناس مسالمين ما جايين نخرب، مو مثل ما يقولون عنا، احنا ناس مسالمين ما طلعنا لاجل شيء تخريب او غيره، مجرد رايدين وطن. ناس مسالمه تعرضت للحرق، تعرضت للاعتداء، رغم هذا اللي صار بينا كله اليوم قمنا مبادره فتحنا جسر الحضارات اللي هم متظاهرين السلميين الموجودين حاليا. وهل تشوف عينك انت قاعد تنظف الشباب حتى ننقل صوره على محافظتنا بان احنا ناس سلميين، ما عندنا اي شيء تخريب المحافظتنا والعراقنا، ناس مسالمين يا ناس، ما عندها شيء هاي الناس، طالعه اجل وطن. لا تشوهون صورتها ولا تاخذون عنها غير صوره مو حلوه. الناصرية أم الحضارة، بلد الناصرية أم الشعراء أم الأدب أم الثقافة أم الشعر، لا تشوفون صورتها بغير شيء، تشوفون بعينكم هاي الناس قاعدة بشوادرها ومسالمة
ما عندها اي شيء. حبنا لمحافظتنا اللي خلانا نقوم بهذا الشيء، فتحنا الجسر واشوف الشباب جاي يتنظف، واحنا اللي متضررين، اللي احد الخيام اللي احترقت بالحبوبي. يعني رغم الضرر البيئي احنا ما نعكس هاي الصوره على محافظتنا، نعكس الصوره الحضاريه اللي تمثل متظاهرين ذيقار السلميين.